سلطه روسيه او روز سلطه. تعالوا نشوف المقادير كده عباره عن ايه وطريقه التحضير. هنحتاج بقى ربع كيلو من البطاطس المكعبات، هنحتاج كمان ربع كيلو جزر مكعبات، ربع كيلو فاصوليا خضراء، هنحتاج كمان ربع كيلو من البسله، نص كوبايه ذره، نص كوبايه خيار مخلل اللي هو الصغير، معلقه كبيره شبت مفروم، كوبايه من المايونيز، كمان عندنا ربع كوبايه من المستردة، كوبايه زبادي، معلقه كبيره خل، معلقه كبيره عسل ابيض، وملح وفلفل اسود. كل الخضار اللي معانا ده متاخد يعني ايه نص سلقه، يعني مستوي نص سوا، عايزينه يفضل محتفظ بشكله، محتفظ بسنه من قرمشته، ما يبقاش مهري علشان يفضل شكله كده مصحصح وفرش ولونه زي ما هو. يبقى الجزر والفاصوليا والبطاطس والبسله واخدين نص سلقه بسيطه كده، نص سوا، تمام. الخيار معانا المخلل متقطع قطع صغيره جدا علشان نقدر ان احنا نحطه جوه السلطه، بيديلها طعم حلو قوي. ولو ما فيش الخيار القشه اللي هو الرفيع الصغير ده، ممكن نستخدم الخيار المخلل عادي جدا ونقطعه حتت صغيره خالص. دي كده المقادير، تعالوا بينا نشوف طريقه التحضير. هجيب طبق كده غويط شويه علشان ابتدي احط فيه كل المكونات بتاعتي من الخضار. ادي الجزر طبعا مصفينهم كويس، وايدي البسله، عندنا كمان البطاطس. البطاطس احنا عاملينها بقشرها، بس تقدري تقشريها زي ما انت عايزه، اهم حاجه تكون بطاطس كويسه مش مرشوشه لو هنعملها بقشرها، وغسلينها او غسلين القشره بتاعتها كويس جدا. احط كمان الفاصوليا، وايدي الذره، حلو قوي كده. حطينا الخضار كله، هقلبه مع بعضه. بصوا بقى الالوان اصفر وبرتقاني وابيض واخضر، فالالوان نفسها كمان ممتعه جدا، هايل. والخضار ماسك نفسه كده ومش مهري ولا اي حاجه. تعالوا بينا نعمل الصوص بقى. عندنا ايه؟ عندنا الزبادي حوالي كوبايه كده، وادي مايونيز برضو نفس المقدار، ده على حسب بقى كميه السلطه اللي هتعمليها. احنا عاملين كميه حلوه، هحط معاهم الخيار، مستردة، حاضر، الخل، انا بصيت له، حاضر، وادي معلقه عسل، هنحط ملح خفيف عشان احنا عندنا خيار مخلل فمش هنحتاج ملح كتير. بلد، السلطه دي بقى ميزتها انك انت تعمليها وتسيبيها في التلاجة ساعه ولا ساعتين علشان الخضار يتشرب من الصوص الحلو ده ويدينا بقى نتيجة وهمية. تعالوا بينا بقى، بسم الله الرحمن الرحيم، ننزل الصوص على الخضار، نقلب معانا بقى ايه يعني عود شبت مش كتير، هدي كده منه ايه رشة ونقلب، وبجد خطير، الريحه حلوه قوي والخضار كده يعني سلقته تمام التمام. حلو قوي، شايفين شكل السلطه خطيره. هجيب بس طبق التقديم، السلطة، بسم الله الرحمن الرحيم، أهم حاجة إن الصوص يكون كده إيه مغرقها. ويا سلام بقى زي ما قلتلك لو عملتيها وحطيتيها في التلاجة كده إيه
على الاقل ساعتين ثلاثه. لو عندك عزومه بقى اعمليها من قبلها بيوم عشان تاكلوا بقى وتدعوا لي. الخضار هيتشرب من الصوص ده وهتلاقي الطعم فعلا حكايه. رشه بسيطه من الشبت كده على الوش بس كده، تحفه جدا جدا.